شكلها هالمرة القصة عويصة غير كل مرة. قتلتوا حدا من جماعتنا؟ أنا طلعت وشفت بعيني. يا معلم شيء ما بيتصدق. هذا حكي معك؟ أبداً، بس طبعاً نبشوا السيارة، نبشوا الدولاب، بالفرش، كل شيء. جبل، أنت حكيت مع شاهين؟ شو بدي أحكي معه؟ الزلمة لساته عريس وما بتخيل إنه سمعان بكل هاي القصة. القصة انطبلت بكل الهيبة، يعني كل العالم صارت عندها علم. حتى لو ما حدا اللي الله خلقه بيفتح موضوع معه لحتى هو يجي. وهلأ معلم شو بدك نعمل؟ شكلهم الجماعة عندهم حكي يحكوه. خلونا ننتظر شوي ونسمع. خير مرت عمي. يمي مشتهيين انا ومرتي ناكل من تحت ايدك اليوم، شو طابخة؟ والله مش عارف شو بدي اقول لك. كل الناس عم تسالني مش عارف شو بدي جاوبه. ولو يا مختار، معقول ما عندك خبر ولا حدا حكي معك؟ صدقني مثلي مثلكم، مش فاهمين شيء. يعني يا غافل إلك الله، اليوم الصبح لقيت على مكتبي ليستة بأسماء المطلوبين. مطلوبين؟ مثل مين يعني؟ أشكال وألوان، في أسماء قديمة كتيرة شو فوقهم عليهم ما بعرف. لك تخيل أولاد الحاج سرحان ميتين من 10 سنين وذاكرين أساميهم. غريب، شو اللي فيقهم هيك خبرية؟ والله هيتها القصة كبيرة، والله جيرنا من أعظم. لا تقولك، إذا بيت مسكر علينا شو بنعمل؟ والله الناس بتموت من جوع. لا إن شاء الله ما بنوصل لهون، بس إذا صار ما صار عم بيقولوا إنه غازي بيقدر يدبرها من عنده. ما لقيت إلا غازي؟ آخ آخ، الله لا يحط رقبتنا بإيده. غازي يا غازي.